السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معانا محاضرة جديدة من خواص صخور المكمن، واليوم حنتكلم عن واحدة من أهم الخواص الخاصة بصخور المكمن، وهي الساتوريشن وهو التشبع. طبعا يعتبر الساتوريشن من أهم الخواص الخاصة بصخور المكمن، وخصوصا الواتر ساتوريشن الذي يمكن إيجاده باستخدام معادلة أرشين، وذلك أن قيمة الواتر ساتوريشن يمكن من خلالها تحديد قيمة الهيدروكربون ساتوريشن، كما سوف نتطرق في الكورس الخاص بسرود الأبار. نبدأ الآن على بركة الله بالتعريف البسيط الخاص بالساتوريشن. طبعا فلويد ساتوريشن عبارة عن الحجم الخاص بالموقع على حجم الفراغات، أي يمكن إيجاد قيمة الحجم الخاص بكل موقع من هذه الموقع في الفراغات على حجم الفراغات، وذلك حسب التقسيمة التالية: لدينا النفط والغاز والماء. بالنسبة للنفط فإن تشبع النفط المعروف أيضا بالأويل ساتوريشن يساوي الفوليوم أوف ذا أويل وهو حجم النفط على حجم الفراغات، بالإضافة إلى الغاز ساتوريشن حجم الغاز على حجم الفراغات، وحجم الماء على حجم الفراغات. أي إن التشبع الخاص بكل مائع من هذا الموقع يساوي حجم المائع في الفراغات على حجم الفراغات. ويجب التركيز على أن المجموع الخاص بجميع تشبعات الموقع تساوي 100%، أين الصخر يجب أن يكون متشبع بماء فقط أو نفط فقط أو غاز فقط، أو في حال وجود الثلاثة مع بعضها البعض فإن مجموعها يساوي 100% كنسبة مئوية، وكفريكشن يجب أن يساوي 1. طبعا كما أشرنا سابقا مجموع حجم النفط فإن مجموع حجم الماء في الفراغات وحجم النفط في الفراغات وحجم الغاز في الفراغات يساوي الحجم الكلي. ومن هذه العلاقة وهذا هو الاستنتاج الخاص بأن قيمة الـ SW زائد الـ SO زائد الـ SG تساوي 1. وكما تلاحظون في حال قمنا بإيجاد على سبيل المثال قيمة الـ SW وقيمة الـ SO فيمكن إيجاد قيمة الـ SG وذلك عن طريق الطرح من 1. لهذا في أثناء حساب قيمة الساتوريشن للموقع الثلاثة مع بعض البعض نحتاج فقط لحساب 2 فقط، ومن ثم يمكن إيجاد قيمة التشبع الثالث. نأتي الآن إلى الطرق المعملية المستعملة في حساب قيمة الساتوريشن. يوجد طريقتان رئيسيتين، الطريقة الأولى هي الطريقة المباشرة المعروفة أيضا بال Direct Measurement، والطريقة الثانية هي الطريقة الغير مباشرة المعروفة بال Indirect Measurement. الطريقة المباشرة تعتمد على استعمال الـ Core Analysis، أي يتم الحصول على عينات أسطوانية من أسفل الريزرفوار، ومن ثم يتم إجراء عمليات التحاليل عليها وذلك لمعرفة قيمة التشبع. وسوف نتطرق إلى هذه العملية بالتفصيل في الكورس الخاص بخواص صخور المكمن الجزء العملي. والطريقة الثانية هي طريقة الـ Indirect Measurement وهي الطريقة الغير مباشرة، وهي تعتمد على الخواص التالية: أول طريقة هي باستخدام الكبر برشر، وثاني طريقة باستخدام الويل لوجنج. كما أشرنا سابقا فإن الكبر برشر هو الذي يختص بتوزيع الموقع في داخل الريزرفوار، وبالتالي عن طريق حساب الكبر برشر وإدخاله في بعض المعادلات الخاصة يمكن إيجاد قيمة البور فوليوم ومن ثم إيجاد قيمة الساتوريشن. وأما باستخدام الويل لوج يمكن استخدام طريقة معادلة أرشي وذلك عن طريق الريستيفتي لوج لحساب قيمة الـ SW، ومن ثم يمكن استعمال الـ SW لحساب قيمة الـ SO أو الهيدروكربون بصفة عامة كما شرحنا سابقا. نأتي الآن إلى أنواع التشبع. يوجد 6 أنواع رئيسية من التشبع، طبعا يوجد العديد من الأنواع الأخرى فرعية، ولكن هذه الأنواع الستة الرئيسية التي نتعامل معها بشكل روتيني في الهندسة النفطية. أو لدينا الكريتيكال أويل ساتوريشن، ريزيجوال أويل ساتوريشن، موفبل أويل ساتوريشن، كريتيكال غاز ساتوريشن، بالإضافة إلى الريديسبل ووتر ساتوريشن، وأخيرا كنات ووتر ساتوريشن. نأتي الآن إلى المعنى الخاص بهذه الأنواع. نبدأ أولا بالكنات ووتر ساتوريشن المعروف أيضا بالـ SWC. S ساتوريشن W ووتر C كنات. كما نعرف بأننا نهتم بدراسة الصخور الرسوبية وذلك لأن تحتوي على مسامية ونفادية، وأيضا نعرف بأن الصخور الرسوبية في الغالب كانت عبارة عن فتات صخري نتيجة لعمليات التجوي والتعرض والنقل والترسيب، ومن ثم بعض العمليات الأخرى تحولت إلى صخور، وبالتالي فإنه أثناء هذه العملية قد توجد بعض الكميات المحتجزة في داخل الصخر أثناء عملية تكون الصخر في حد ذاته. أي أنه بشكل مختصر فإن الكنات ووتر ساتوريشن هي عبارة عن تشبع الماء الموجود في داخل الفراغات أثناء عملية الترسيب. نأتي الآن إلى النوع الثاني وهو الـ Irreducible Water Saturation، وأيضا يعرف بـ SWIR. طبعا بالنسبة للـ Irreducible Water Saturation أحيانا ما يسمى بتشبع الماء الغير مرغوب فيه، وهو عبارة عن نسبة ما بين حجم الفراغات التي تحتوي على مياه من الريزرفوار
ويجب التركيز على أن هذا التشبع الذي يتم قياسه يجب أن يكون عند أقصى قيمة تشبع للهيدروكربون، وبالتالي يسمى هذا التشبع للماء بالـ Reducible Water Saturation. السبب في هذه التسمية هو أن كمية من المياه تكون ملتصقة بالصخر، وخصوصا عندما يكون الريزفوار من نوع الووتر ويت. هذه المياه هي الريديسبل ووتر ساتوريشن، وذلك لأنها تأخذ حيز من التشبع الخاص بالريزفوار، وبالتالي سوف تبقى نسبة معينة لتشبع النفط. وذلك لأن كما أشرنا سابقا فإن مجموع التشبع الخاص بالنفط والماء يساوي 100%، وبالتالي فإنه من 100% يوجد نسبة شغلتها الريديسبل ووتر ساتوريشن. نأتي الآن إلى النوع الثالث وهو الريزيجوال أويل ساتوريشن، معروف أيضا بالـ SOR. طبعا الريزيجوال أويل ساتوريشن هو عبارة عن تشبع النفط الموجود في داخل كمية كبيرة من الماء، أي أنه بصفة مختصرة كمية النفط التي تبقى في الفراغات بعد القيام بعملية تحرك المياه. عملية تحرك المياه قد تتم بصورة طبيعية أثناء عملية الووتر درايف ميكانيزم أو أثناء عمليات السكندري ريكفري تكنيكس مثل الووتر انجكشن وغيرها من الطرق الأخرى. وبالتالي فإن الريزيجوال أويل ساتوريشن يمثل كمية من النفط تبقى في العادة ملتصقة بالصخر ولا تتحرك. كم واضح أمامكم؟ هذا الشكل يوضح كانت ووتر ساتوريشن، وهذا الشكل يوضح كانت ووتر ساتوريشن، وهذا الشكل يوضح ريزيجوال أويل ساتوريشن. كما أشرنا سابقا فإنه بالنسبة لكانت ووتر ساتوريشن فإنه تمثل تشبع المياه الملتصق بالصخر والذي لا يزول، وذلك لأنه يعتبر جزء من الصخر إلا بعض العمليات الكيميائية يمكن إزالته. وبالتالي فإن النفط يتحرك ولكن يوجد حيز من حجم الفراغات تم شغله بواسطة المياه، وهذه المياه تعرف بالكنات ووتر ساتوريشن. وأما في الصورة الثانية لدينا الريزيجوال أويل ساتوريشن، وكما أشرنا سابقا أثناء وجود عملية تحرك المياه سواء كانت عملية طبيعية مثل الووتر درايف أو عملية صناعية مثل عملية الووتر انجكشن، وذلك من أجل تحفيز الإنتاجية عن طريق عمل ديسبليسمنت وهي إزاحة للنفط لتحركه من المكان الذي يتم فيه حفر أبار الضخ وذلك باتجاه أبار الإنتاج، وذلك لاستخراج أكبر كمية ممكنة من النفط الخام. النوع التالي من التشبع هو الكريتيكال جاس ساتوريشن، معروف أيضا بالـ SGC. طبعا يعتبر الكريتيكال جاس ساتوريشن من أهم أنواع الساتوريشن، وخصوصا في عملية السكندري ريكفري، وذلك عن طريق ضخ الغاز في عملية الجاز انجكشن. وهذا الغاز قد يكون CO2 وهو غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى بعض الغازات الأخرى التي في العادة يتم ضخها وذلك من أجل زيادة عملية الاستخراج. نأتي الآن إلى آخر تعريفين من تعريفات الساتوريشن، وهما Critical Oil Saturation بالإضافة إلى Movable Oil Saturation. طبعا عندما يكون لدينا صخر يحتوي على سبيل المثال على نفط وماء، وأردنا استخراج كمية من النفط من هذا الصخر، فإنه لكي يتحرك النفط من داخل الصخر، بالتالي لكي يتحرك النفط فإن قيمة التشبع الخاصة بهذا النفط الموجود في الصخر يجب أن تكون أعلى من قيمة معينة. هذه القيمة تعرف بالـ Critical Oil Saturation. باختصار فإن الـ Critical Oil Saturation هو التشبع الخاص بالنفط الذي يجب أن يكون قيمة تشبع النفط أعلى من هذه القيمة لكي يبدأ في الحركة. وأما آخر هذه الأنواع هو الـ Movable Oil Saturation، المعروف أيضا بالـ SOM. يعرف الموفبل اويل ساتوريشن انه عبارة عن نسبة ما بين حجم النفط الموجود في الفراغات ويكون قابل للحركة، ويمكن ايجاده من المعادلة التالية، حيث ان الاس او ام يساوي 1 ناقص اس دبليو سي ناقص اس او سي. بمعنى اخر فان النفط القابل في الحركة الموجود داخل الصخر هو تشبع النفط بعد ازالة قيمة الكنت ووتر ساتوريشن وقيمة الكريتيكال اويل ساتوريشن، فان القيمة المتبقية تمثل النفط القابل للحركة. وهكذا نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.